الآن السؤال السابع، عدسة محدبة الوجهين ومتساوية أنصاف أقطار التحدب 4 سنتيم، يعني متساوية أنصاف أقطار التحدب يعني R1 تساوي 4 سنتيم، R2 أيضا 4 سنتيم، معامل انكسار الزجاج لها 1.8 وسمكها 3.6. الآن نرسم العدسة. سمكها هذا 4.8 سنتيم، عفوا 3.6 سنتيم. معامل انكسار الزجاج إلها يعني N داش، قلنا الوسط داخل العدسة نسميه N، نوضع له داش 1.8. احسب البعد البؤري الأولي والثانوي للعدسة. البعد البؤري الأولي والثانوي يعني F، البعد البؤري الأولي، البعد البؤري الثانوي F double prime للعدسة. هذه حتى أحسبها البعد البؤري الأولي والثانوي للعدسة أطبق صيغة غاوس اللي هي N double prime على F double prime، صيغة غاوس الخاصة بالعدسات السميكة. NF N prime على F1 prime، N double prime على F2 double prime ناقص D N double prime على F1 prime F2 double prime. هسه نعرف كل رمز لازم، هسه هذا هو اللي احنا نريد نوجده، هذا هو المطلوب، يعني هذا وهذا، هذه عندي هذه عندي. اذا لازم مش اجد، لازم اجد F1 F2 double prime F1 prime F2 double prime. هذه شنو يعني؟ يعني اتعامل ويا العدسة كأنه هي مؤلفة من سطحين كروية. احنا اخذنا بالفصل الثالث السطوح الكروية، هذا سطح كروي اول، هذا سطح كروي ثانوي. اذا اجي اقول هذا السطح الكروي الاول، يعني كأنه ما عندي ثاني، هذه هنا بؤرة اولية بؤرة ثانوية F prime. المسافة بين العدسة والبؤرة الأولية هي F، بما أنه سطح أول فراح تكون F1. المسافة بين السطح الأول والبؤرة الثانوية هي F prime، بما أنه سطح ثانوي أولي بالنسبة للسطح الأولي أخلي 1. هاي نجي بالنسبة للسطح الثاني للعدسة كأنه ما عندي سطح أول، أقول هاي البؤرة الأولية، هاي البؤرة الثانوية للسطح الثاني. فالمسافة من البؤرة الأولية للسطح الثاني هي بعد بؤري أولي، أخلي 2 إشارة إلى أنه السطح الثاني، هخلي برايم إشارة إلى أنه أنا داخل العدسة برايم. المسافة من السطح الكروي الثانوي إلى البؤرة الثانوية هي F برايم، 2 إشارة إلى السطح الكروي الثانوي، أخلي برايم ثاني معناها أنه آني وصلت للوسط خارج العدسة. هاي فيما يخص الرموز اللي هنستخدمها. طبعا N الوسط الأول هي 1 هواء، N برايم هو وسط داخل العدسة 1.8، N double prime هي 1 أيضا هواء. أجي أطبق هسه هذه هنا بما يخص السطوح، أجي أطبق بالمعادلة هذه. المعادلة هاي عرفت كل واحد لازم شنو أستخرج، لازم أستخرج حتى أطبق هاي المعادلة لازم أستخرج هذا وهذا وهذا وهذا. قلنا راح أتعامل ويا العدسة كأنه هي سطحين كروية، سطح كروي أول وسطح كروي ثاني. أنا عندي بالفصل الثالث بالنسبة للسطوح الكروية، هسه هذا عندي سطح كروي أول، هاي F1 برايم. عندي بالسطوح الكروية قانون غاوس للسطوح الكروية هو هذا، هاي بالفصل الثالث N برايم على F1 برايم تساوي N على F1 وتساوي N برايم ناقص N على R1. N برايم هي معامل انكسار الوسط داخل العدسة، يعني معامل انكسار الوسط الثاني ناقص معامل انكسار الوسط الأول وسط خارج العدسة على نصف قطر السطح الأول. أنا راح أستخرج هذا،
فأجي أطبق أقول معامل انكسار الوسط الثاني اللي هو داخل عدسة 1.8، معامل انكسار الوسط الأول اللي هو وسط خارج العدسة هو 1 على 4.5 قطر السطح الأول، تطلع لي هذه كل هذا يطلع 0.2. فأقول أجي N على F برايم هي 0.2، كذلك N على F1 هي 0.2. منا راح أطلع ال F1 وال F1 برايم. ال F1 هو حتى أطلع ال F1 برايم أقول N برايم على F1 برايم تساوي 0.2. هنا أنا رياضيات، حاصل ضرب الطرفين بالوسطين تطلع لي F1 برايم 9 سنتيم. F1 نفس الشيء، يعني أخذ هذا مع هذا، هذا هذا، يعني N على F1 تساوي 0.2، حاصل ضرب الطرفين بالوسطين F1 تطلع لي 5 سنتيم. هاي بالنسبة للسطح الأول. أجي بالنسبة للسطح الثاني هنا، يعني كأنه هذا، راح أطبق علاقة جاوس للسطوح الكروية بس بالسطح الثاني. يعني ايش حيصير؟ N دبل برايم على F2 دبل برايم تساوي N برايم على F2. أني أريد هذا N دبل برايم ناقص N برايم على R2. N دبل برايم يعني معامل انكسار الوسط الثاني للسطح الكروي الثاني، معامل انكسار الوسط الأول للسطح الكروي الثاني على R2 نصف قطر تكور السطح الثانوي. هذه كلها عندنا N2 عندي N دبل برايم، هذا هسه هذا أني دا هذا مجهول، هذا أني دا أشتغل عليه معلوم. N دبل برايم هي 1 ناقص 1.8 معامل انكسار العدسة على R2 هي ناقص 4. هنا خلينا ناقص لأنه السطح الثانوي، سطح الكروي الثانوي مثل ما تشوفون هو سطح مقعر، وإحنا عندنا بالسطح المقعر نصف قطر التكور يكون سالب. فهنا نكمل حل رياضيات راح تطلع لي 0.2. فN دبل برايم على F2 دبل برايم أطلعها تساوي 0.2. هنا راح أطلع F2 دبل برايم هي 5 سنتيم رياضيات. هنا أيضا أطلع، راح أطلع F2 برايم هي 9 سنتيم، هم أيضا رياضيات أطلعها عن طريق N برايم على F2 برايم تساوي 0.2، وأكمل حل يطلع لي ال F2 برايم. هسه طلعت الأشياء اللي أحتاجها بالنسبة للمعادلة جاوس. أجي معادلة جاوس حتى أطبقها، طلعت F1 برايم F2 دبل برايم F1 برايم F2 دبل برايم وN دبل برايم عندي وN برايم عندي ودي عندي، أعوض. هسه أنا هذا أريده، هذا كله صار عندي معلوم، أطبق رياضيات كلها صارت عندي معاليم موجودة، أطبق رياضيات يطلع لي N دبل برايم على F دبل برايم تساوي N على F وتساوي 0.3. هاي ال 0.3 أجي من عدها أطلع ال F وأطلع ال F دبل برايم. إذا أريد ال F برايم أقول ال F عفوا N على F تساوي 0.3 0.23. بالتالي ال F إيش راح تصير؟ 1 على 0.32 تطلع عندي ال F 3.125. إذا أريد الN دبل برايم على F دبل برايم هي تساوي 0.32 اللي طلعناه. F دبل برايم رياضيات حاصل ضرب الطرفين بالوسطين يطلع 3.125. لحد الآن إحنا حلينا بس الفرع الأول. أجي بالنسبة للفرع الثاني، يريد موقع نقاط البؤرة الأولية والثانوية. هذا هنا تطبيق مباشر، يعني حسب العلاقات اللي موجودة بشرح الفصل الرابع، أي واحد F هي ناقص F واحد ناقص D على F2 برايم، كلها عدنا ال F طلعناها، ال F2 برايم طلعناها، نطبق تطلع أي واحد F هي 1.875 سالب. ال A2 دبل F دبل برايم موقع نقطة البؤرة الثانوية أيضا قانون وتطبيق مباشر. هاي بالنسبة لفرع، بالنسبة لفرع B. بالنسبة لفرع C موقع نقاط الأساسية الأولية والثانوية أيضا قانون مباشر، هو أي واحد H
اف دي على اف 2 برايم كلها طلعناها، كلها موجودة عندنا، نطبقها تطبيق مباشر رياضيات تطلع عندي اي واحد اتش 1.25، اي 2 اتش نفس الشيء قانون اف 2 دبل برايم دي على اف 1 برايم تطبيق مباشر ويطلع الحل. هذا السؤال يعني الفكرة مالته حلوة وما بي شيء وجدا سهل. السؤال الثامن مو نصا نصا نفس السؤال السابع، يقول عدسة هلالية عدسة هلالية سالبة، هلالية سالبة يعني بها سطح محدب وسطح مقعر، سمكها 4.8، يعني هذه عدسة هذه بتكون سميكة معامل انكسارها هذا لها أنصاف أقطار تكور R1 هو 6 سنتيم، R1 يساوي 6 سنتيم، هنا موجب لأنه السطح الأول محدب، R2 5 سنتيم، أيضا نلاحظ أنه هو موجب لأنه السطح الثاني الكروي الثاني أيضا محدب. سمك العدسة يعني دي 4.8 سنتيم، معامل انكسارها يعني N برايم تساوي 1.6، لها أنصاف أقطار تكور هذا وهذا. إذا كان هنالك سائل معامل انكساره 1.2 بتماس مع السطح الأول، إذا بتماس مع السطح الأول يعني N تساوي 1.2 للعدسة، وسائل آخر معامل انكسار 2 بتماس مع السطح الثاني يعني N دبل برايم تساوي 2. احسب البعد البؤري الأولي والثانوي للعدسة، نفس الشيء بالسؤال الأول، البعد البؤري الأولي والثانوي للعدسة نلقاه من خلال صيغة قاس اللي هي هذه N دبل برايم، يعني يريد هذه F دبل برايم و F، البعد البؤري الأولي للعدسة هو F، البعد البؤري الأولي للعدسة F دبل برايم، البعد البؤري الثانوي للعدسة من خلال تطبيق علاقة قاس ألقاهم هذول الأبعاد. هنا أنا شو أحتاج بعلاقة قاس؟ أحتاج F1 برايم F2 دبل برايم F1 برايم F2 دبل برايم، شلون ألقاها وهي شنو هذه؟ أتعامل ويا العدسة كسطحين كروية، نفس الفكرة مع السؤال السابع، المسافة من البؤرة الأولية للسطح الأول يعني هسه هذا عندي سطح أول هي F1، هنا أنا عندي بؤرة ثانوية للسطح الأول، المسافة من البؤرة الثانوية المسافة من البؤرة الثانوية إلى السطح الكروي الأول هي F برايم، أخلي واحد إشارة إلى أنه أنا دا أشتغل بالسطح الأول. فيما يخص السطح الثاني عند بؤرة أولية، المسافة من البؤرة الأولية للسطح الكروي الثاني هي F2، أخلي برايم إشارة إلى أنه أنا بالسطح بداخل العدسة، المسافة عند بؤرة ثانوية السطح الثاني، المسافة من البؤرة الثانوية مسافة من البؤرة الثانوية إلى السطح الكروي الثانوي هي F برايم، يعني بعد بؤري ثانوي، أخلي اثنين إشارة إلى أنه أنا بالسطح الكروي الثاني، أخلي برايم آخر إشارة إلى أنه أنا بالوسط خارج العدسة، أجد كل وحدة من هذولي أجد كل واحدة من هاي العلاقات عن طريق علاقة تطبيق علاقة قاس للسطوح الكروية. بالنسبة للسطح الكروي الأول علاقة قاس N برايم على F1 برايم N على F1 N برايم ناقص N على R1، N برايم يعني الوسط الثانوي بالنسبة للسطح الكروي الأول، N يعني الوسط الأول بالنسبة للسطح الكروي الأول. أطبق تطبيق مباشر 1.6 هي المعامل انكسار الوسط الثاني اللي وسط العدسة، و 1.2 معامل انكسار الوسط خارج العدسة على 6 نصف قطر تكور السطح الأول. رياضيات يطلع لي 0.67، أطلع N N برايم على F1 برايم تطلع لي F1 برايم، ونفس الطريقة أطلع
F واحد اللي هي N على F اللي هي N على F واحد تطلع لي F واحد بنفس الطريقة. حل مباشر ويشابه السؤال السابق. الآن نجي بالنسبة للسطح الكروي الثاني اللي هو هذا، يعني هذا. أجي أقول نفس الشيء، أطبق صيغة قاس للسطوح الكروية N double prime على F2 double prime. double prime إشارة إلى أنه أنا بالوسط خارج العدسة. نفس الشيء أطبق N double prime ناقص N prime على R2. N double prime هي عندي 2، N prime 1.6 على 5. تطلع منا عندي أستخرج F2 prime عن طريق N prime على F2. رياضيات يطلع لي F2 prime 20. نفس الطريقة أطلع F2 double prime اللي هي 25. الآن صارت عندي F1 و F2 prime و F2 double prime و F1، أطبقها بعلاقة قاس حتى أستخرج F و F prime. أيضا تطبيق مباشر وحل مباشر، تطلع عندي F 9.16 و F double prime تطلع عندي 15.27. هاي بالنسبة للفرع الأول. نجي فيما يخص الفرع الثاني. الفرع الثاني يريد موقع نقاط البؤرة الأولية والثانوية. أيضا تطبيق جدا مباشر، أي واحد F هي قانونها F ناقص واحد D على F2 prime. D عندي F2 prime طلعتها، F طلعتها، تطبيق مباشر تطلع عندي الأي واحد F هي ناقص 6.96، وأي 2 F نفس الشيء تطبيق مباشر F double prime واحد ناقص D على F واحد prime. رياضيات كله وتطبيق مباشر، كل الرموز استخرجناها تطلع عندي أي 2 F double prime 12.24. فيما يخص الفرع C أيضا تطبيق مباشر، موقع النقاط الأساسية والأولية والثانوية. أي واحد H وأي 2 H double prime. أي واحد H هي F D على F 2 prime، نفس الشيء عندي ال F عندي D عندي F 2 prime طلعناها. نستخرج أي واحد H هي 2.2 سنتيم، تطبيق مباشر. بالنسبة ل أي 2 H double prime أيضا تطبيق مباشر، كل الرموز عندي أطبق وأعوض بالقانون تطلع عندي أي 2 H double prime هي 3.06 سنتيم. هاي فيما يخص المسائل للفصل الرابع. أتمنى أنه تكونوا استفادتوا من الشرح، وأي سؤال عندكم أو أي استفسار كتبوا لي بالتعليقات بالكلاس. شكرا جزيلا لأصدقائكم.